يعني حرام عليكم، والله حرام، يعني لازم تركوهم في حالهم وتخلوهم يعيشوا من دون أذى. لايس لازم تركو الأطفال في حالهم إذا سعره ما طويل، والبنت يلي بجد يلي بجحلك مسافة حول على الممري مثل العروسي، يعني حرام عليكم والله حرام. الأطفال يموتوا وانتوا تقتلوهم، انت لازم تموتوا مع الأطفال. انت